زوار يلا كورة، السلام عليكم. معكم أحمد شريف. الاهتمام بكرة اليد في مصر بقى كبير جدا، أولمبياد طوكيو على الأبواب. الاهتمام بين الجماهير المصرية باللعبة زاد الفترة الأخيرة بسبب تنظيم مصر لبطولة العالم 2021، وكمان النتائج الإيجابية اللي منتخبنا بيحققها سواء في بطولة العام 2019 أو 2021. وعشان كده في يلا كورة هنقدم لكم سلسلة حلقات عن لعبة كرة اليد في أولمبياد طوكيو. وأول حلقة هنبدأ فيها بنظام البطولة وإزاي المنتخبات اتأهلت، والمجموعات بتتكون من كام فريق، ونظام التأهل للأدوار الإقصائية. نظام التأهل لأولمبياد طوكيو في كرة اليد بينقسم لطريقين. الطريق الأول هو طريق الأبطال وبطل العالم والدولة المستضيفة، أما الطريق الثاني فهو بيتم تصعيد الفرق منه عن طريق الملحق. الطريق الأول بيتكون من الدنمارك بطل العالم في نسخة 2019 و2021، واليابان الدولة المستضيفة، مصر بطل أفريقيا، البحرين بطل آسيا، والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية، ومعهم أسبانيا ثالث العالم وبطل القارة الأوروبية. أما الطريق الثاني فتصعد منه 6 منتخبات، هم منتخب النرويج، منتخب ألمانيا، ومعاهم منتخب البرتغال وفرنسا، وكمان منتخب البرازيل. وبالمناسبة الملحق كان مشارك فيه منتخبين من القارة الأفريقية، هم الوصيف وصاحب المركز الثالث في آخر بطولة أفريقية، وهم تونس والجزائر، لكن محلفهمش الحظ وما يدروش أنهم يلحقوا بمصر في الأولمبياد. مجموعات كرة اليد في أولمبياد طوكيو بتنقسم إلى مجموعتين، كل مجموعة بتتكون من 6 منتخبات. المجموعة الأولى تعتبر هي الأصعب والأقوى، اللي فيها منتخب أسبانيا ثالث العالم، ومعاه منتخب فرنسا رابع العالم، منتخب النرويج سادس العالم، وكمان منتخب البرازيل ومنتخب ألمانيا، ومعاهم منتخب الأرجنتين. أما المجموعة الثانية فاللي على رأسها طبعا منتخب مصر، هيشارك معاه فيها منتخب البرتغال ومنتخب الدنمارك بطل العالم ومنتخب السويد وصيف بطولة العالم الأخيرة اللي كانت موجودة هنا في مصر، واليابان مستضيف البطولة، والبحرين بطل البطولة الآسيوية. مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو بتقام بنظام الدور الواحد، يعني كل فريق في المجموعة هيلعب الخمس فرق اللي موجودة معاه. عندنا طبعا منتخب مصر هيبدأ مبارياته بمواجهة منتخب البرتغال، ثم الدنمارك، اليابان، وبعدين السويد، واخر مباراه خالص هتكون ضد منتخب البحرين. كل منتخب بيحاول يحصد اكبر عدد من النقط، الفايز في المباراه بياخد نقطتين، المتعادل بياخد نقطه لكل فريق، اما المهزوم ما بياخدش اي نقط. النظام التصعيد في اولمبياد طوكيو هيكون عن طريق اكتر فريق حقق نقط، هو طبعا هيكون صاحب الصداره، ثم الوصيف هو الفريق اللي بعده في عدد النقط، والمركز الثالث والمركز الرابع. أول 4 فرق في كل مجموعة هيتأهلوا دور الثمانية، والفريقين الخامس والسادس في كل مجموعة هيتم تحديد مراكزهم من التاسع للاتناشر، وفقا كل فريق مركزه كام في المجموعة، والفريق الخامس من هنا والفريق الخامس من هنا هيشوفوا مين فيهم الأفضل ويكون هو صاحب المركز التاسع، أما الفريق اللي بعده هيكون العاشر، وهكذا، ونفس النظام في الفريقين أصحاب المركزين السادس. أما الفرق المتأهلة لدور الثمانية فهيتم ترتيب مبارياتهم عن طريق أول المجموعة الأولى هيلاعب رابع المجموعة الثانية، تاني المجموعة الأولى هيلاعب ثالث المجموعة الثانية، ثالث المجموعة الأولى هيلاعب تاني المجموعة الثانية، أما رابع المجموعة الأولى هيلاعب أول المجموعة الثانية. الفائز في مباريات دور الثمانية هيتأهل تلقائيا للدور قبل النهائي، أما الأربع فرق المهزومة في الدور الثمانية هيتم ترتيبها من الخامس للثامن، كل فريق وفقا لعدد الاهداف اللي هو سجلها، عدد الاهداف اللي دخلت مرماه، او بمعنى ادق فرق الاهداف اللي هو قدر يحققه في مباريات دور الثمانيه. ده نفس النظام اللي تم تطبيقه في بطوله العالم الاخيره هنا في مصر، مفيش مباريات تحديد مراكز من الخامس للثامن، التحديد المراكز ديت بيكون عن طريق المباريات اللي خاضها كل فريق في دور الثمانيه. دي كانت اول حلقاتنا عن لعبه كره اليد في اولمبياد طوكيو، حبينا نشرح فيها نظام البطوله بشكل مبسط. استنونا في الحلقات اللي جايه اللي هنشرح فيها حظوظ منتخب مصر، وازاي نقدر نتاهل للادوار التاليه، والمنتخبات اللي هتنافسنا في المجموعه ايه مدى قوتها وابرز نجومها، ومن المتوقع ان احنا نحقق ايه معاهم في المباراه ان شاء الله. شكرا ليك.